حياكم الله من جديد مشاهدينا وحضورنا الكريم. نبقى في رحاب مدينة بريدة الجميلة ومع مبدعيها، وشيلة ثانية للمنشد الرائع صالح النغيمشي. طيب ايش رايكم نسحب بالقرعه في الجوله الثانيه لانه الظاهر بيتاخر علينا؟ طيب محمد خلونا نستغل الوقت ونسحب القرعه الثانيه. الجوله الثانيه راح نسحب اسم الشاعر الاول في الجوله الثانيه، بالاصح الشاعر الثالث في الجوله الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر الاول، الشاعر الأول هو الشاعر محمد السمي. الشاعر الثاني هو الشاعر عجب السهلي، يعتبر طبعا الشاعر الرابع في هذه الحلقة في الجولة الثانية. تفضلوا مشكورين للمسرح. محمد السمي وعجب السهلي. طبعا كل مجموع دقائق الجولتين 20 دقيقة. نبدأ الجولة الأولى مع الشاعر محمد. البداية من عندك محمد، 10 دقائق وبالتوفيق إن شاء الله. يا لا 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 يا لا والمقصود جمع الناس، لو كان بعض الناس زعلانة، لو كان بعض الناس زعلانة. سلام والمقصود جمع الناس، لو كان بعض الناس زعلانة. سلام والمقصود جمع الناس، لو كان بعض الناس زعلانة. سلام والمقصود جمع الناس، لو كان بعض الناس زعلانة. سلام والمقصود جمع الناس، لو كان بعض الناس زعلانة. سلام والمقصود جمع الناس. الفاس لا منه وقع في الراس، لا تصبح العربان خسرانة، لا تصبح العربان خسرانة. والفاس لا منه وقع في الراس، لا تصبح العربان خسرانة. يا مرحبا ويا بنينا الساس، كلن مع رقمه وعنوانه، كلن مع رقمه وعنوانه. يا مرحبا ويا بنينا الساس، كلن مع رقمه وعنوانه. يا مرحبا ويا بنينا الساس، كلن مع رقمه. يا صاحبي لن دقت الاجراس، بعض السوالف ما لها خانه، بعض السوالف ما لها خانه. يا صاحبي لن دقت الاجراس، بعض السوالف
خلوها ترى الخبر يا صاحبي حساس كلني ينادي باسم جدانه صاحبي وانصابك الوسواس الطير يا نهضر وسجن حانه البيت ثابت فوق سيسانه What?
بعد أجناس، لكن بعض الناس شيطان، لكن بعض الناس شيطان. صحيح قالوا فالعباد جنس، 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 لكن بعض الناس شيطان. صحيح الله. الفرق فاللي ياخذون الكاس، اللي سار الشاعر على شانه. انتهى الوقت، يعطيكم العافية. الجولة الثانية معك عجب، 10 دقائق وبالتوفيق إن شاء الله. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 سلام الله. ومن خان الوطن يعرض على الدكتورة، ومن لفات الدكتور شفنا شغلنا الثاني. ومن لفات الدكتور شفنا شغلنا الثاني. سلام الله. ومن خان الوطن يعرض على الو. يقول العسكري للعسكري أرول على الطابورة، وأنا أقول لزميلي لو تأرول ما تعداني. Oh,
الشجرة الخضراء يا صاحبي عصفورة، ترى ما فيها عصفور يطير بغير جناحي. عسى ربي يبارك
لك تجي في أخاف إنك تجي في خانة الممنوع والمحظور، وأنا عطيتك علمي وانت يا صاحبي لا تناساني. عطيتك علمي وانت يا صاحبي لا تناساني، وخاف انك تجي من خانة الممنوع والمحظور. عطيتك علمي وانت يا صاحبي لا تناساني، وخاف انك تجي من خانة الممنوع والمحظور. انتهى الوقت، يعطيكم العافية، شكرا، تفضلوا هنا. صح لسانك محمد، صح لسانك عجب. نستمع الآن لرأي أعضاء لجنة التحكيم، بداية من عندك أستاذ سلطان، تفضل. يعطيهم العافية، ما قصروا. الطروق الأول محمد السمي يقول الفاصلة منه وقع في الرأس لا تصبح العربان خسرانة. أنا أعتقد أنه لو وقع في الرأس بتصير خسران الأرضان. عجب يقول لها يا صاحبي وندقت الأجراس بعض السوالف ما لها خانة. أنا أحب أنبه الأخوان المتسابقين يحاولون يقللون من كمية يا صاحبي ويا رجال ويا عميلي، وهذه تراها كلها تعتبر حشو وتضعف جوهر البيت وجودة البيت. فأتمنى لهم التوفيق والله يوفقهم. تفضل يا أبو جميل، تفضل. أنا صراحة بقيت محاصر بيت عجب السهلي ولا زلت أردده وانشغلت به. سلام الله من خان الوطن يعرض على الدكتور، ومن لفاد الدكتور نعرف طب الثاني. بيض الله وجهك يا عجب وزميلك ومن يسمع والحقيقة والله لو ما تقول لها البيت الجنة عند الله، لكن هذا يكفيك عن الشعر 60 خريف. البيت هذا يعني من خان الوطن إن شاء الله يعرض على جهنم، ما يعرض على الدكتور اللي يخون وطنه ودينه، يعرض على جهنم. وبيض الله وجهك مرة ثانية. شكرا لك أستاذ محمد. أبو تركي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحاورة كل شاعر من الشاعرين كان تمكنه في قافة أكثر من الرد على زميله، وهذا شيء طبيعي بأن الشعراء عندهم ترتيب معين. ولكن بيت اسمي سلام والمقصود جمع الناس، لو كان بعض الناس زعلانة الناس ما تجتمع إذا كانت زعلانة. الفاصلة منه وقع بالرأس لا تصبح العربان خسرانة، أكيد أنها خسرت إذا كان الفاس وقع بالرأس. يا مرحبا البيت فوق الساس، كلنا معه رقمه وعنوانه. البيت لم يكتمل شطر يا صاحبي، لن دقت الأجراس بعض السوالف ما لا خانة، وإذا ما دقت الأجراس تكون جميع السوالف لا خانة. هذا مقصودك يا عجب. جميع كلمة يا صاحبي سبق نوه عليها سلطان بأنها تكررت بهذا القاف أكثر من مرة، مما دليل أن الصحبة بينكم كثيرة. ترى الخبر يا صاحبي حساس، كلني نادي باسم جدانة. إذا كان حسب المعنى لو قلت كلني يفتخر باسم جدانة أو كلني ماري باسم جدانة كانت أملى لبيتك. الديرة اللي زارها العساس وديانها بالخير مليانة. البيت هذا تحس أنه غير مترابط في بقية المحاورة. عجب يا صاحبي من صابك الوسواس الطير ينهض روس جنحانه، يعني الطير لابد أن يطير أن ينهض جناحه كاملاً وليس الرأس حتى يستطيع الطيران. ما له دخل عباس بن فرناس، عباس بن فرناس ما له في دخل يعني في رحلة العساس، ممكن أن نقبل منك هذا الشطر. اسمي أنا تعوذ من الخناس اللي تضيم الناس
اللي يظلم الناس بمعنى صحيح كانوا بالعبادة أجناس، لكن بعض الناس شيطانة، الناس جمع وشيطانة، هذه كلمة مفردة ومؤنثة تختلف عن بعض الناس، فيصير شطر البيت هذا ضعيف جدا من الشاعر. القاف الثاني من عجب سلام، سلام الله من خان الوطن يعرض على الدكتور، ولما فاد الدكتور شفنا شغلنا الثاني. البيت هذا تركيبة شاعر متمكن والبيت جيد، ولكن يقول العسكري للعسكري هرول على الطابور. يهرول على الطابور كيف؟ يعني يتجه للطابور أو يخرج من الطابور أو يحرك الطابور. شطر البيت هذا لم يكن واضح في تركيبته ولم يكن مرتبط بالشطر الأول. أنا أقول لزميلي لو تهرول ما تحداني، لأن شطر البيت هذا غير مرتبط كلياً بالشطر الذي قبله. هلا يا مرحبا والخبر يا صاحبي حساس منشور، برضنا رجعنا إلى كلمة صاحبي تكررت معنا في القافة الثانية لأكثر من مرة، وأنا أقولها من ضمير وينطق لساني، صح لسانك تقول وأنت يا رجل لا منهي ولا ممور، ما دام أنك لا منهي ولا ممور يعني لا دخل لها في الموضوع كاملا. أثري الشجرة يقول الخضراء يجي فيها يا صاحبي دكتور، برضه عصفور برضه تكرر عندنا يا صاحبي، يمكن يجي في الشجرة عصفور أو ما يجي عصفور ويطير العصفور بغير جنحاني، لكن كررت أن برضه يا عجب عسى ربي يباجي بالرجال اللي تصير الشور، وأنا أعطيتك خبر ولكن لا تنساني، وأنت هنا كررت أن شطر أنا الشاعر ومثل لي قبائل والأمور أمور ونعم، وأعرفك ما أنت بالأول ولا أنت بالثاني، أعتقد أنك كررت الشطر الأول اللي هو إن شفنا شغلنا الثاني، وما أنت الأول وأنت بالثاني كررت هذه القافية مرتين، ونتمنى لكم التوفيق ونراكم إن شاء الله في حلقات متقدمة وشكرا. إذن شكرا لأعضاء لجنة التحكيم على هذا التقييم. مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم، في هذه النسخة سنعيش الكثير من الإثارة والمتعة والدهشة والتميز، حيث حرصت إدارة برنامج شاعر المعنى على إضافة فعالية جديدة وهي مسابقة نجم الفلكلور. تعالوا معنا نشاهد هذا التقرير عن هذه المسابقة. ذاكرة الشعبية بالعديد من الألحان الشعبية القديمة التي شكلت ذائقتنا ورافقت ذكرياتنا ورسمت لوحات ماضينا حتى أصبحت جزءا منا. يمتلكنا بين الحين والآخر الحنين والشوق لهذا الجزء وهذه الذكريات، فتخفق قلوبنا بشدة وتتأثر قبل أسماعنا، وكأننا نجري بالزمن ليعود بنا إلى الوراء، فتروي عطش الحنين بسكب هذه الألحان في آذاننا، حتى وإن قلبت مواجعنا فهو أقل درجات الوفاء لهذه الذكريات. الغناء الشعبي والفلكلوري امتاز بالتلقائية والعفوية، وصب النتاج الشعبي في قوالب فنية قريبة من القلب. ألحان الزمن الجميل ستأخذنا لها مجموعة من الأصوات العذبة على أجنحة الحنين، لتعيدنا إلى ذواتنا قليلا في فضاء من المتعة وسحر من الجاذبية، تتزين به حلقات برنامجنا في كل أسبوع، ليفوز جميع المنشدين بقلوبنا ويتوج أحد المتأهلين لآخر حلقة بلقب نجم الفلكلور. شاعر المعنى إذن بعد ما شاهدنا هذا التقرير عن مسابقة نجم الفلكلور، راح نستمع لأولى المشاركات في هذه الحلقة مع المنشد فهد الهويملي. كريم يا بارق سارة محلى رزي مرة عد فيه، محلى رزي مرة عد فيه، كريم يا بارق سارة محلى رزي مرة عد فيه، محلى رزي مرة عد فيه، يا زين عشبه الأخضر والبل ترعى مفاليه، والبل ترعى مفاليه، كريم يا بارق سارة محلى رزي مرة عد فيه، محلى رزي مرة عد فيه،
والبل يا زينة الذرى كم من غريب توديه كم من غريب توديه كريم يا بارق سارة محلى وزيمة الوعد فيه محلى وزيمة الوعد فيه عديتنا الحيدة الأسمرة وهياضتنا عبرتي فيه وهياضتنا عبرتي فيه كريم يا بارق سارة محلى وزيمة الوعد فيه محلى وزيمة الوعد قصر عالي فوق سطح نوره والقمر فوقه يشع بنوره فاجتمع نور على نور يا حليل اللي سكن في ديمه يرتجف قلبه لمبصر غيمه من يخاف الغادر معذور يا لا 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 البنية تشتكي من وردي قالت أوراقه تجرح خادي وانت ما ترضى ظليمة قلت سمعوا طاعتني يا الغالي بحتمل الأشواك والغربالي ثم نعطيك العصارة يا لا 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 الشجر من شان خلي زهر والضبا وسط الفيافي تظهر واصبحت تمشي مع سيل عودها رغم التعب رياني ظرفها رغم السهر ما ينامي صوتها يا اهلي ونيسي يا لا 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 يا لا لا سيفك غارز في الغمدي خو خطا ولا قتلني عمدي صاب قلبي في صميمه سامحوا يا اهلي عليت حالي ما تقيسون اعرف القتالي ما حد طالب بثرى لا 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 فهد أبدعت يعطيك العافية. ما زال المتعة إن شاء الله بقية في الفقرات القادمة. فاصل قصير ونعود إليكم.